مشاهدينا ننتقل الآن أيضا إلى زميلتنا رؤى ريان والتي نقلت لنا جوانب منوعة من ملتقى بيبان، ونرجع لكم بعد الفاصل. زي ما كنا بنقول انه ملتقى بيبان 2023 متوجه لاكثر من منطقه ولاكثر من مكان. اليوم واحده من الاماكن المميزه واللي هي مشاركه في هذا الملتقى لملتقى بيبان 2023 من البحرين، معايا رباب خلف من صادرات البحرين. اهلا وسهلا فيكي، نورتينا. اهلا اهلا، طبعا شكرا على الاستضافه. طبعا صادرات البحرين تعتبر الجهه المعنيه في المملكه اللي تهتم بدعم وتطوير التبادل التجاري بين الشركات القائمة في البحرين مع الشركات في سائر أنحاء العالم. ونتوجه بجزيل الشكر للقائمين على برنامج بيبان، وبالإضافة على للقائمين في منشآت على توفير هذه الفرصة لأكثر من 10 شركات مشاركة في البحرين. طبعا جميعنا يعني حتى الشركات المشاركة في جناح صادرات البحرين مبهورين بالفرص الريادية اللي متوفرة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى نجاح بيبان. وإحنا من دورنا كصادرات نسعى لتشجيع الشركات المشاركة يعني اغتنام هذه الفرص، وطبعا لتوطيد علاقاتهم التجارية مع أشقائهم في المملكة العربية السعودية. كلمينا أكثر عن الفرص اللي خلال هذه اليوم قدرتوا انكم تلمحوها تلاحظوها، تتوقعوا انه تكون في بعض الاتفاقيات ما بين البحرين والسعودية؟ طبعا يعني احنا من خلال فقط هاليومين يعني نقدر تقريبا الانتراكشن اللي صار فقط في جناحنا لاكثر من 2000 عبارة يعني انتراكشن صار. الحمد لله خلال هاليومين تمكنت شركات من عندنا، تقريبا 4 شركات، من توقيع اتفاقيات مع شركات نظيره لها في المملكه العربيه السعوديه. احنا كثير طبعا مرحبين ومبسوطين بكل المشاركات اللي بتصير في ملتقى بيبان، خصوصا المشاريع اللي هي تهدف الى عقد اتفاقيات، وكثير من الشراكات اللي هي تخدم طبعا جميع الاطراف. واكيد اشكر وقتك وجودك معنا اليوم. شكراً لك رباب. شكراً لك. شكراً.